الجوت البغاري دي ده عبارة عن كيزان كيزان جبهة جيبة تكون هو ما عرف رقبته ذات الشغلة دي احنا كنا قاعدين فيها هناك جوا عرفت الحاصل الجماعة دل رافد من روافد الكيزان والجبهة دي والقيادات بتاعته كلهم كيزان جبهة دي باختصار شديد الناس دل اي زول في السودان لما يسمع عن صرصوني يعني شنو بقول لك عن صرصوني دي شنو ضد شنو ضد الصوفية صح ولا ما صح صح ولا ما صح الليل اليوم ده الليل اليوم ده أنصار السنة ماشيين مع الصوفية وبيكرموا الصوفية داخل المركز العام بل عندهم شيخ كبير اسمه مطر في اللبيت هناك مش عمل له جامع في حتة اسمها بزبط قال نحن والصوفية قال الصوفية والأخوان مش قال الصوفية بيحبوا أنصار السنة أو بيحترموا أنصار السنة والصوفية وأنصار السنة شنو؟ يعني الموضوع كل واحد قال عرفت كيف؟ ده شيخ الأولاد عرفت الحاصل؟ فده باختصار شديد تلخيص بسيط للنوعيه دي البيئه دي هسه انا بسال سؤال بسال سؤال سؤال اساله قول له رايك شنو في عبد الحي يوسف قول له شيوخك ناس الجماعه جماعه انصار رسول المحمديه كجماعه رايك شنو في عبد الحي يوسف سؤال انت شيوخك الجماعه ذاتها رايك شنو في عبد الحي يوسف ده سؤال رايك شنو في اسامه بن لادن اصلى عليه شيخك ابو زيد محمد حمزه وقال ينبغي لحكام المسلمين أن يحزوا حز أسامة بن لادن زوجة كتلت جوا الجامع ضربت ذخيرة جوا الجامع انتهى من ناسك تجي آخر الزمان تصلي عليه أبو زيد لما سأله أبو زيد قال والله دردقوني قال عبد الحي يوسف لزاو عبد الحي يوسف طبعا بلع عن صار سنة شد دكتور واحد بلع كله ياخذ يا جماعة منتهي يا أخي قال عندنا بنابر للتوحيد كذاب والله أنا هسه أمشي معك من محلي ده أمشي معك المسجد بتاع منو ولا ما دي في مشاكل مع علي عطا المنان علي عطا المنان طردتوه من الجامع ليه هذا سؤال ليه طردتوا علي عطا المنان ده منكم هناك وبدافع عن ابو زيد طردتوا ليه ده سؤال كويس معاك عمك علي عطا المنان قال في حاجات جوا ما عجباني الناس ده بيقولوا شنو خلاص بدوا يتكوزنوا او تكوزنوا عرفت الحاصل ده الموضوع باختصار ده تابعين للاخوان المسلمين انصار السنه دي كما قال محمد بن هادي قال ما بقى قال لم يبقى لها من السنة إلا اسمها بس اسمها بس براو تاني ما في حاجة أما المركز العام ده بس ما فضل له إلا تنزل اليافطة بتاعته تنزل اليافطة بتاع جماعة أنصار السنة تنزلها تركب المؤتمر الوطني فوق انتهى الموضوع بس أنصار السنة باختصار لكن قبل يومين واحد صوفي والله يد صوفي لقى واحد من أخواننا قال زمان قال بدري قال انصار السنة كانوا بيتشاكلوا مع الصوفية ومعذبيننا وقال احنا الموضوع ده انتهينا منه جيتونا انتوا ناطين من وين دارين تعيدوا الموضوع ما نحن انصار السنة الاصليين ذات لكن الاسم خليناه انت الحاصل الاسم ده طلقناه بالثلاثة لانه ماسكين فيه ناس بردانين لانه الموضوع يوم القيامة الله ما بيجي يسألك بيقول لك هل انت انصار السنة ولا ما انصار السنة بيسألوك انت من هيك شنو جوا القبر ده؟ ما ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ باختصار نحن دايرين نعلم الناس التوحيد. البلد دي فيها طواغيت كبار. واحد اسمه الخنجر، واحد اسمه النزاري، عرفت الحاصل معك؟ ده بيتكلم قال عن التوحيد. إذا كان يا اخواننا رئيس المجلس العلمي التابع لأنصار السنة المحمدية ما استطاع انه يدافع عن التوحيد. ما استطاع يدافع عن توحيد الله سبحانه وتعالى ده فاشل وما فاشل يا اخواننا اكبر دكتور عندي اعلم زور عندي في الجماعه ما استطاع انه يدافع عن العقيده بتاعتي انا ده انا تاني باريو ده باري انا تاني يا اخي هواري بتاعه ده اليزارك لطش ولطش ولذلك ده احنا ناظرناه زمان موضوع انتهى زروق تعرفوا معطبش مشى امريكا ده زمان قبل 10 سنه ناظرناه بدري هناك في الداخليه ناظروا شيخنا مزمل اللي عنده قاعد بخمس دقائق بس خمس دقائق انتهينا منه زروق ده بدري زمان ده سال سؤال ما بليت الزيرك ما بليت زي الانصار السنه البقايا ده انت كيف؟ يا اخي ده الزم الهواري بتاعك قعد الهواري بتاعك قعد وقعد في الوطن دي جاب لك كتاب قال لي شيخك بن باز
وحاشا لابن باز ان يطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت الحاصل؟ قال لا شيخك ابن باز طعن في الصحابه، هو اللي زارق البوليد. لو قرا الكتاب، الكتاب ده مساله الدال اللي زارق ده، لو قراه كان رد عليه. لكن زاد دلوقه، زاد دلوقه شابكنا اليك دعوه زي مين السودان كويس معاك، وده مالك الصغير. قال هواري مالك الصغير، طيب مال، طيب مزمر يطلع شنو مالك الكبير يعني؟ انت بليد ولا شنازل؟ عرفت الحاصل؟ زال يا اخواننا في مناظره ضرب الدين كله، السنه انتهى منها. الشيخ الفوزان ده لو كان قروا مع العلماء كان فيهم الكلام ده، لكن شيوخا صار السنه كلهم ما قروا مع ذول سلفي. في المملكه هناك السعوديه دي مليانه خوارج، تقال شنو تقال ما السعوديه دي فيها تكفيرين كتار قاعدين جوا هناك، لكن الايام دي الحمد لله شوكتهم اتكسرت، كلهم دخلوهم السجون جوا. مين ذاك سلمان عوده، مين عايد القرني وسفر، كلهم دخلوهم جوا. خلاص موضوع انتهى، بابا خلاص. عرفت الحاصل؟ شيوخهم لو انباشوا قال هناك امش خش النت، خش الهواري الصفحه بتاعته، شوف الشيوخ بتاعنه، الشيوخ بتاعنهم ديل اغلبهم اغلبهم خوارج، ما عندهم علاقه بالسنه، بمنهج شنو؟ منهج السنه والجماعه. فنحن باختصار شديد لما جايين هنا جايين نتكلم في التوحيد، بلد دي فيه برع يا زول. في ناس قالوا ماسكين الكون مع الله، كويس معاك؟ احنا دارين ديل، دارين النوعيه دي، ناس ماسكين الكون مع الله قاعدين في بلد دي. والصوفيه امبارح ختم المولد، المولد بتاعهم الصوفيه. طبعا الختمه دي ده اليوم بتاع الكذب عند الصوفيه، اكثر يوم بيكذبوا فيه اخر يوم في المولد الصباح بدري. شفت الصباح بدري ده يوم الكذب زاد بتاع الصوفيه. ما سمعت عم خليفه قال شنو؟ شيخ خليفه ساكن جنبنا هناك في الاصلاح في مبده، قال الصباح بدري، قال قال اتوضيتها وصليت ركعتين كويس، وقال جاتني اغفاء، قال جاتني اغفاء، طبعا داري كذب داري صليحه. قال جاتني اغفاء ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ليه ازيك يا شيخ خليفه؟ والله قال الرسول شيخني، قال الرسول بقاه شيخ. وقال قال لي اضمن بضمانتك، ذيل احنا جايين للنوعيه دي. عرفت الحاصل؟ جايين للنوعيه دي بتاعت الصوفيه دي، عرفتها؟ قال لي اضمن بضمانتك، ده صوفي. قال لي اضمن بضمانتك. يا جماعه الدلاليق الصوفيه قاعدين يا شيخ اضمننا يعني شنو؟ انت عارف الكلام ده؟ اضمننا يعني داخلنا وين؟ يدخلهم الجنه. الصوفيه قالوا الجنه ماسكنا والنار ماسكنا والرزق ماسكنه والجنه ماسكنه والسماء ماسكنه والمويه، ما اي حاجه في الكون ده ما خلوا لاي لله اي حاجه. بل في واحد صوفي قال الله سلم الكون ده كومبليت، كله الكون بتاع الله ده جد. قال سلموا له 33 سنه ورجعوا لله تاني، قال ما نقصت منه شنو؟ ما نقصت منه جناح بعوضه، جناح بتاع بعوضه قال ما نقص. ده صوفي في البلد دي. عرفت الحاصل؟ ده اللي بينشروا عقائد كفريه يا اخوانا، عقائد كفريه صريحه كويس معاك؟ فالكلام كثير جدا من العقائد اللي بينشروها لك الصوفيه، من العقائد اللي بينشروها الصوفيه انك تعتقد انك تسال غير الله سبحانه وتعالى. اكبر زعيم عند الصوفيه عبد الرحيم الزريبه. عبد الرحيم الزريبه مؤلف قصايد كويس معاك؟ قوم يا اخي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي، كويس معاك؟ وفي تلت ناديهم قوموا صيح لام وارمي الحمال علام وابقى منهم وفيهم. يعني تكبر صوفي درويش تخلي الله اللي خلقك ورزقك واطعمك كويس معاك وعمل لك سبحانه وتعالى. البرعي قال لك نادي المشايخ، وربنا سبحانه وتعالى في القران يا طالب ربنا قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عرفت الحاصل؟ دي عقيده بينشرها لك الصوفيه. كذلك من العقائد ينشر لك انه الشيخ بيعلم الغيب، الشيخ بيعلم الغيب من دون الله سبحانه وتعالى كما قال زعيم البرعي. عرفت كيف؟ البرعي برضه قال كده. انت عارف ليه بنركز على البرعي ده؟ لانه طبعا ده اكبر كوز في شكل صوفي،
اكبر كاز بشكل صوفي البريده وجد تلميع الدبوية ثقيله الكيزان عرفت كيف؟ الدبوية ثقيله لمعه فوق رفعه فوق دوالي كبير وقطب كبير وظل دلوقة ساكت ما عنده اي علاقه بالعلم ولا بالقران ولا بالسنه قال لك قماك نزاور للاولياء الاغطاب لهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب شنو باطن وظاهر ده البراي ربنا سبحانه وتعالى قال في القران ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فالتصوف يا اخواننا ليس له علاقه بالكتاب ولا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم والكلام كثير جدا الكلام كثير جدا والمد متواصل المد السلفي ده ماشي شفت السلفيه دي ماشي كويس معاك وده الشغل المحير الجماعه ديل كويس معاك عندهم واحد هناك قالنا بيكذب قال ديل عندهم كم قال 7000 كم قال 7000 دولار دي لما حسبناه لقينا ميزانيه السودان دي تشت ما تم الكلام ها 7 مليار دولار ده شيخ الجماعة دي قال احنا عندنا 7 مليار دولار تعالوا لو عندنا 7 مليار دولار ولم نمرق الشارع زاد شفت الشفعة ديل ايوه تقطع فيه 2000 الموضوع انتهى عرفت كيف؟ الموضوع انتهى 7 مليار كويس معاك؟ يا زر والله في كلام والله في كلام رحنا قرينا مع الناس دي عبد الرحمن حامد ده قرينا معاه الهواري بشينا له خال عبد اللطيف والله سمعنا منهم كلام بس المكان ما يليق لكن الناس ديل ناس بتاع الدنيا عرفت الحاصل؟ ناس بتاع الدنيا بس ما اكثر من كده زال بتاع نيانيا دار ياكل نيانيا دي البطن الكرش دي يا دي بتعذب الناس ديل لكن زال الموحد توحيد حق بيعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان قول الحق كويس معاك ان قول الحق او كلمه الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب بدلا ده داعية التوحيد بيكون عارف الكلام ده تمام انه كلام الحق ده بيقوله لا كان قلت الحق لا رزقك بينقطع لا عجلك بتم ما في كلمة حق تمت لها اجل زول لكن ده عندهم مشكلة بالتوكل عندهم مشكلة بالتوكل شيخهم اسك قبل شوية كان بدافع عن محمود صالح عبد القادر ده واحد مجرم قاعد بجاي اسمع مصعب عبد القادر كويس ده زول عنده هوس في راسه ده انا ساكن في المقرن تعال شوف ذا العالم في ذا العالم بيتكلم كده انا ساكن قال في المقرن وبيتنا قال فاطح في البنك المركزي كذاب انا عارف بيتكم كويسة كذاب انا لا في معه 5 سنة قال بيتنا قول بيتكم فاتح في القصر الجمهوري يعني شنو يعني عرفت الحاصل قول بيتكم فاتح في القصر الجمهوري يعني شنو وقاعد يشتم في شيخنا ابو بكر اداب ابو بكر اداب بيشتم فيه انت عربي جزيرة مقطع وانتوا قايلين انا واقع من لوري بتاع بصل وانتوا قايلين انا واقع من لوري بتاع قش انت واقع من لوري بتاع بتيخ بليد ما بتفهم دجال فتح عبده كويس معك بليد ما عنده شيء والله ما عنده عرق العلم النازل يقول لك العلماء يقول لك العلماء والشباب ديل اتكلموا مع العلماء العلماء بتاع انهم ديل ربنا فضحهم براهم في الشاشات العالم ده كله شافوا الهواري العلم بتاعه انعرف في الغلاء هناك اللي زارق انتهى منه محمود صالح عبد القادر العلم بتاعه انعرف العافن ده بتاع الدكتور بتاع الترابي السناسي نجم لك نجام تمام لما بقى يكورك اما بتاع ما عنده اخلاق بقى يفنجط واك 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 شنو زلك قبل لك شبهات رد الشبهات يا زول عرفت الحاصل الكلام كثير جدا عرفت الحاصل والله يا انصار السنه والله يا انصار البدعه انصار الروبطه انصار الروبطه عرفت الحاصل؟ أنا احنا ده نفسنا طويل طول والله نفسنا طويل طول جد عرفت الحاصل؟ والله نتكلم فيك ونكشف الناس لما نموت في الأرض أسوأ من خليك نفسنا ده طويل مرة واحد كويس معاك؟ والله تجري معانا لما نفسك ينقطع تمشي الإسلامية تلقانا قاعدين تمشي الخرطوم تلقانا قاعدين تمشي السوق تلقانا قاعدين في الجامعة تلقانا قاعدين تعمل اي محل تركب الطياره تشغل اليوتيوب بتلقى الجماعه قاعدين عرفت الحاصل اي محل وانا ان شاء الله تبارك وتعالى افتح الفرصه لاخونا محي الدين ذلك وصل اللهم وبارك وانعم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله.